كما شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن الوضع المتدهور في المنطقة تصدر مباحثاته مع الجانب القبرصي، خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الإطار أكد شكري أن مصر تعمل مع كل الأطراف لوقف إطلاق النار وإجبار المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني. مصر تعمل مع كل الأطراف وأصحاب المصلحة لتحقيق وقف إطلاق النار، وتدعو كذلك المجتمع الدولي لإظهار مسؤوليته في هذا الصدد، وكذلك زيادة الضغط من أجل السماح بتيسير الدخول السلس والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار الأخير الذي تم تبنيه 2027 والذي يدعو إلى وجود آلية في غزة بغرض تقديم أحجام كبيرة من المساعدة. ومصر كذلك تحث المجتمع الدولي خاصة الدول المانحة على أن توسع دعمها لعمل المنظمات الإنسانية الدولية وخاصة أونروا، وهي دورها غير قابل للتغيير في غزة، ولذلك يجب أن نقدم الخدمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني ليس فقط في غزة ولكن كذلك في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية. لذا نحن نؤمن بأن دور أونروا دور لا يمكن الاستغناء عنه ولا يجب أن نوقفه بسبب أي إجراءات سيئة من قبل البعض، فهذا لا يجب أن يؤدي إلى القفز إلى استنتاجات وإعاقة أونروا هذه المنظمة الإنسانية الدولية من تقديم مساعداتها.